بدي اوضح بشكل اكبر ايش بيصير يعني فهمت. وبالنسبه للشخصيات طيب ايه الشخصيات المشاركه هذا السؤال اللي ينطرح في القلب. انا بقول انا اشوف نشرب شاي شباب اقول لا اله الا الله خلينا نشرب شاي يا اخ دبور قصدي عبد الوهاب اصبر اصبر اذكر الله لا اله الا الله انا بقول التصريح ايوه تعال يا مخرج تعال تعال ايوه التصريح الاتي ليس كل الشخصيات الرئيسيه التي في فضائي ظهرت في البرومو معناها ليست كل الشخصيات ليست كل الشخصيات او كلها يا فطين يا فطين كله ولا كله صح ما ادري ليست كل ليست كلي كله ليس كل ليست كله ليست كله طيب ابى اقولها بطريقتي وانتم لا خلاص قول صح ليس كل الشخصيات التي ظهرت في برومو فضائي التي لم تظهر ليس كل الشخصيات الرئيسيه في فضائي ظهرت في البرومو هذه معلومه ايوه وليست معلومه حصريه ولذلك بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء وبدون إشارة ما تدري ترى الناس حاسين ترى ما ندري الناس ترى حاسين ما ندري الحلقة الأولى الحلقة الثالثة الحلقة العاشرة يمكن ما يطلع الله أعلم ما ندري طيب أنا عندي الله. عندي تساؤل مهم جدا يعني خلينا نتجاوز الفقرة ذي ايه؟ المهم جدا ترى 50 عشان ترى بنختم لقائنا معك طال عمرك الآن ايه؟ الناس وصلوا 50 ما شاء الله يطلبون الشارة لا أنا شفت أكثر والله من 50 ما شاء الله يبي لنا سبورة تقول يعني دبور موجود ما أدري عنك والله طيب حلو ها ما فهمت ما فهمه ترى بس يلا والله الشارة سمعنا الشارة طيب عطنا الشارة طيب شوف شوف أنا بقول لكم شيء بما أني شخص من الأشخاص اللي سجلوا الشارة صراحة أني دخلت جروب فضائي أيوه ليش شو تعرفون هاي عمل حنا نسوي جروب تمام ورحت للشارة الله يعينك على بنو تمام لأني لو أعطيتهم إياه في الكنترول صراحة ب مطلعين لو أعطيتهم إياه في الكنترول لو أعطيتهم إياه في الكنترول إي لو أعطيتهم إياه في الكنترول يا ويلي تمام واضح مقطعين فوق بعض إي حلو حلو أعرف 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 جبت كثيرا في هذا الكوكب بالذات أدعوكم من هذا المنبر أن نذهب للكوكب خلاص شكراً. خلاص شكراً خلاص لاحظ شيء أنا وجه الله ثم في وجهكم ترى جاني والله والله جاني كلام هنا الآن إيه؟ إنه صالح بعد ما يخلص الحلقة يطلع موارد بشري إيه إن شاء الله إن شاء الله أنا في وجه الله ثم في وجهكم ترى شو لا وعدنا الجمهور صراحة وعدنا الجمهور وهذا ما يعتبر حرق يعني فهمت بس صوت فضائي بس دعاية بس دعاية زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن